مش معنى انك انت تبقي متدينه انك ايه تنفصلي عن بيتك وعن ناسك وعن اهلك وعن المجتمع وعن اصحابك وعن كده. لا 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 احسن اقف في حرام. لا ده ده هس ده وسواس. عمر ما دين فيه ان انا ايه ان انا انعزل عن الناس وانعزل عن الدنيا وانعزل. ما فيش كده. ده يبقى في عفك انت مش في الامر. لان في ناس كتير قوي بتتخذ الدين وسيله عشان تغطي عدم الالتزام اللي عندها عشان ما تبانش الناس ما يحسوش انها مش منظوره او فيها حاجه غلط. فتقول لك الدين بيقول كده عشان هو ما بيعرفش يتكلم عشان هو ما بيعرفش يقول لك كلام على المراه حرام عشان هو ما بيعرفش يتكلم عشان الانسان مهزوز. وشوفنا هو دي عن شو عمر بنقولها في الزواج كتير قوي بيقول كده وهو بيبقى عارف انه عيان ويجي يتقدم. طبعا ما حدش يقدر يروح دي قوي اللي بقى يعني الكلام ده يجي يقول لك انا ما اقدرش اقعد معايا لوحدي ما اقدرش اقعد معايا لوحدي ما اقدرش اجيلك بعد كتب الكتاب. صح؟ بعد كتب الكتاب تكتشف ايه؟ تكتشف انه مش طبيعي انه قاسي انه 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 مش قادر تتنفس. هو بيجي يقول لك ايه؟ ما اقدرش اقعد معايا لوحدي عشان حرام. حرام؟ جبتها منين دي؟ جبتها منين؟ انت مش قادر معايا لوحدك انت في ابوها وامها البلمه وهنعرف بقى ناخد الخلوه. فكره الخلوه بقى اللي عندك في التليفون خلوه والنت خلوه والشات خلوه. ها؟ هنشوف الكلام ده كله وهنشوف حدود الخلوه واختلاف الكلام ده يعني. يقول لك لا ما اقعدش معايا يا حبيبي. لا ما هي لازم تعرفك ولازم تتكلم معاها بلا. لا 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 هذا لا يجوز. مفيش حاجه احنا بعد كده بنتكلم. عارفين ليه؟ عشان ما يت ايه؟ ما يتفضحش. ما هو لما هيجي لنا وهنروح ونيجي ويقعد مع اخواتي ويقعد مع عمته ويقعد مع طنطه وانتي وخالتي ما يقعد مع كل ده ايه؟ هيتفقس. صح؟ تقول لك لا 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 ممكن في زيارات مش هتعمل بقى كده. ويجي الناس ايه؟ الناس الغلابه ولا ناس عارفينه بيستهبلوا وبيستعبطوا يقول لك اصلا متدين متدين؟ لكن اكتشفه رائع بقى. بس وهو في الاوانه كده كان عاجبكم. وانت كتبت الكتاب وخلاص ومسك في ايدك انت وده. عشان كده بتقول ممنوع. وكثير الازواج اللي بيجي الخطاب اللي بيجي يقول لي ايه؟ يفتح الموضوع وبعد كده يقفل الموضوع، خليه يفتح الموضوع. وبعد كده بس احسن مخنوق مش عايز اخد الموضوع، ما هو مش اخد الموضوع، بس الولد بيقول ان هو مش يعني مش فيش ايه؟ اسمها ايه؟ ما دي كيمستري بتاعتنا. كيمستري ما فيش قبول. ما فيش بعد بقالك 4 شهور داخل خارج نازل واعي 4 شهور وما فيش قبول. بعد 4 شهور قول لي يا حبيبي في ايه؟ في مخلوق اول ما تحس بالخنقه دي ها؟ تعرف انا عاوز يخلع. انا اسف كلمه يعني. عاوز يخلع وساعتها ما تقوليش انا عارف عاوز تخلع. ولا تبيني هعلمك ولا تبيني انك واخده بالك. روحي قولي لابوكي بقى. خلي باباكي ايه بقى؟ يتصرف. اصل لا انا اقول له كده انت حاسس كده وخلاص. وانا بدايق لك ربنا يخليك. وتعي من حبلك عارفه ليه؟ ها؟ خسرت انت كتبتي الكتاب ولا كتبتي الكتاب ولا حاجه بالخطوبه. عارفه ليه؟ لانك انت لو انت اللي نهيتي الموضوع هو هياخد كل حاجه. يبقى الشبكه من حقه. لكن لو هو نهى الموضوع ها الشبكه تبقى من حقه. فيفضل يضغط عليك يضغط عليك يضغط عليك لغايه ما انت تقولي ايه؟ لا انا مش عاوزه. شوف اهي نهت انه هي مش عاوزه ايه؟ هي مش عاوزه ايه؟ انت مش عاوزه ايه؟ عشان كده هعمل ايه؟ انا حاسه المغير انا حاسه كده دكتوره سوزان صاحبتك بقى كلمي معاها شوفي في ايه؟ في حد في حياتك؟ مش حاسس ان انت حلوه قوي عشان بس ما تستهيش واحده زي ده. كل الصورات دي عندنا كل الصورات دي مسجله عندنا.